ممكن تسلفينا المحمول بتاعك نص دقيقة وبعتولي مفيش رصيد؟ لا فيه كل حاجة، بس اعرف الأول عايزين تكلموا مين. هكلم الأستاذ كمال أبو العزم حبيبي ومثلك الأعلى. وما دام هكلمه طبعا مش معقول هتقولي مفيش رصيد. هو حضرتك عايز تكلمه ليه؟ ايه مالك مش متحمسة ليه؟ لا اصلها مفاجأة. المفاجأة الأكبر إن هعزمه هنا. تعزمه هنا؟ ومش لوحده، هو وابنه وبنته. عشان كده هكلم والدتك تعمل له عزومه تليق بمقامه. عارفه العزومه دي بمناسبه ايه؟ محمد قبل في كليه الشرطه. مبروك يا خيل، مبروك يا مرات خيل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يلا روحي هات التليفون واسمعي، انا هقول لهم اني هنا مساهمه في هذه العزومه. يا بنتي بنتي شويه، خلاص هقول لهم ان انت صاحبه فكره العزومه مش مساهمة بس. وإذا كان على كارت التليفون ما تخافيش، هشتري لك كارت جديد على حسابي وإن شاء الله ما حد حوش. يلا قربي. اطلبي النمرة. أصلاً مش حافظها. كويس، أنا لسه كاتبها، تعالي. امسكي. آخر نمرة تحت. إيه؟ غلطتي؟ اطلبيها تاني. خالد أنا أبوك، يعني أقرب بني آدم ليك، ولا أنت شايف حاجة تانية غير كده؟ يا ابني رد عليا، أنا بقالي يومين مستنيك عشان نقعد ونتكلم مع بعض، مش في الآخر ما تردش عليا. بابا لو عاوزنا نتكلم يبقى الكلام في الموضوع ده ملوش لازمة. يعني إيه ملوش لازمة؟ مش فاهم. يعني اللي حصل حصل خلاص، أنا مش هتجوزها. يعني إيه مش هتتجوزها؟ يعني مش هتجوزها يا بابا، لا هي ولا غيرها. أنا ماليش دعوة بغيرها. انت ما غلطتش مع غيرها، انت غلطت معاها. انا هسألك سؤال وتجاوبني بامانه، ترضى ان حد يعمل فوقتك كده لا قدر الله ويكتب لها ورقه وبعدين ما يتجوزهاش؟ بابا لو سمحت ما تسالنيش لاني مش هجاوب، مش هعرف اجاوب. انا بقيتش مؤمن لا بامي ولا باختي ولا باي ست في الدنيا. ليه يا ابني كده يا بابا؟ ادام حضرتك بتسالني ليه يبقى كده، كون في علم حضرتك انا قطعت الورقه اللي كتبتها لها زي ما قطعت روحي معاها. قطعت الورقه؟ طب الورقه بتاعتها؟ الورقه بتاعتها كتبنا ورقتين، خافت تشيلها معاها لحد يشوفها ودي تاني وقطعتها هي كمان. قطعت الورقتين يا واقعه سودة؟ ازاي؟ بص يا ابني انا هقول لك على حل يرضي ربنا، اتجوز البنت دي، اكتب عليها ونعلن الجواز وبعدين ابقى طلقها. دي بنت لازم تتستر. ايه قفله برضو؟ لا ده كنسل فوش. مش عايز يتعزم ولا ايه؟ تلاقيه مشغول في كتابة مقال، خليكي وراه لحد ما يرد. يلا اسمعي، هو ما ردش يعني لينا في ذمتك مكالمة. يا ابني دي اعراض ناس، ارض بنت، كل ذنبها انها حبتك. بابا اتجوزها زي ما قلت لك وبعدين ابقى طلقها. انا مش هتجوز العمر كله. ليه يا ابني في ايه؟ عشان مراتي ما تسيبنيش وتسيب ولادها وهم رجاله وبنات في سن الجواز وتروح تتجوز عيل قد ابنها. مش هو ده اللي حصل؟ يا ابني ما ينفعش انك تعمم. يعني ايه ما ينفعش عمم؟ يعني كل قاعده وليها استثناء. القاعدة إن الأمهات كلها فاضلات. أنا بقى ما يهمنيش كل الأمهات اللي في الدنيا، ما يهمنيش غير أم واحدة بس، أمي. أنا ماليش أم تانية. مش حضرتك اللي علمتنا كده؟ مش أنت اللي قلتلي كده؟ أنا بكره كل الستات اللي في الكرة الأرضية وبناتها. أنت إزاي بتثق في أي ست؟ رد عليا يا بابا، أنت بتثق فيهم؟ بابا بلاش نتكلم في الموضوع ده لو سمحت. طيب مش هنتكلم، هنقعد مع بعض شوية وبعدين ننزل ناكل لقمة، لأن مفيش حاجة هنا في البيت. ماشي، بس في حاجة عايز أقول لك عليها.
الموضوع ده مفيش مخلوق في الدنيا يعرف عنه حاجة غير انت وهي وانا وربنا. شوف مين بقى اللي عمال يخوتنا من الصبح وعمالين نقفل في وشه. ايوه استاذ كمال. ايوه انا كمال. حضرتك اللي كنت بتطلبي من شوية؟ انا هنا. مين؟ دي المسكينة هنا. ايوه يا هنا ازاي؟ الحمد لله كويسة. انا عارف يا بنتي ان انت قلقانة بس انا عايزك ما تقلقيش، ان شاء الله كل حاجة هتبقى عالي. لا اصل انا كنت عايزه حضرتك في موضوع تاني. اصل انا عارف عارف، ما تكمليش يا بنتي. لا حضرتك مش عارف، اصل خالي عايز يتكلم مع حضرتك شويه. خالك الاستاذ عبد الحميد؟ ايوه. ممكن حضرتك تستنى معايا ثانيه واحده بس؟ يا واسود انا كل البنت قالت له. هتقول له ايه انا بابا؟ اللي قالته لي، خلي بالك ان دول فلاحين ما عندهمش هزار، الحاجات دي فيها دم. افتحي يا هنا. يا هنا يا امال افتحي الباب. حاضر. ايدي مش فاضيه. افتحي يا هنا. حاضر يا خال. حاضر يا مرات خال جايه اهو. حاضر حاضر. انسيني اهو يا حبيبتي، انتي اللي مرات خالك. متشكرين يا خالتي منادر، ربنا يخليكي. اتفضلي. طيب ربنا يخليكي يا حبيبتي. ده الطقم بتاع كل مره. تاخديه حز 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 اللي يفلت من ايدك، دخليه جوه. مش كفايه استعراض، ما نشتري طقم يا اخويا. ايدي على كتفك، انت عارف ده بكام؟ مش عايز اعرف. بس عارف تتكلم. بس هو الكلام بفلوس؟ الكلام الحاجه الوحيده اللي ملهاش ثمن. يا امال افتحوا الباب، ويا اما تسيبوه مفتوح. حاضر يا خال. حاضر. المفرش اهو يا انا، لو قصتوا اي حاجه بقولولي. ربنا يخليك يا خالتي منادر. اتفضلي. طب شويه. متشكره يا حبيبتي. وسأليها لو هجيب حاجة تانية نسيب الباب مفتوح. والنبي انت فايق ورايق، يعني الحق عليها. انا بتكلم جد، الاستعارات كترت قوي. طب سيبك بس من الكلام ده واتصل لنا بالراجل، اكد عليه ما يجيش قبل الساعة 7 اللي احنا لسه ما طبخناش. ما تقلقيش انا متفق معاه. ده ترنك. الو. قلت ان انت دي دعاء. ايوه دعاء حبيبتي. حبيبة قلبي دعاء. ازيك يا حبيبتي؟ استني يا امال. ايه يا حبيبتي؟ لا احنا كنا هنكلمك عشان في خبر حلو لازم تعرفيه. وحشتيني يا نور عيني، وحشتيني يا خال. خال والنبي سلم لي عليك. حاضر حاضر. هنا بتسلم عليك. ايوه يا حبيبتي، محمد اخوك يا امل في كليه الشرطه. ازاي يا حفيدي يا بنت، عامل ايه؟ استني يا امال بس. ايوه يا حبيبتي، اقول لك تعالي تغدي معانا، في ذكر بط وفطير مشلتت وحمام محشي. لا عمتك هتجيبه وتيجي على وصول. الحمد لله على السلامة يا حجة، نورت الحتة. أهلا بيك. ازاي؟ خلي عنك قصة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أخوي. مصر نورت. منورة بأصحابي. ازيك؟ وزي أم أحمد وزي البنت هاني. ما شفت السلم هتطمني عليهم؟ أنزلك؟ لا يا أخوي ما تشغلش روحك، خليك مرتاح. خليك مرتاحة سعادة البيه، ما تتعبش حضرتك. خلي شوية الرز هنا على ما تطلع دول. من عينيا يا حجة، ده انتي نورتي حجتي. هجيب بقية الحاجة. جايبالكم شوية رز، انما كده. رز ليه بس يا فاطمة؟ الرز عندنا ياما. يا اخوي زيادة الخرخرة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. وحشتيني. رحبوا ببعض جوه شويه. طب تعالي تعالي. الحمد لله. يا ساتر. تحب يا بيه ادخله المطبخ؟ لا عنك انت، انا هدخله. طب اجيب شويه رز واجي. طب خد الباب في ايدك بس. حاضر يا سعاده البيه. امال فين البنت هاني؟ يا هاني يا اختي حضنك يا اختي. وحشاني وحشاني يا بنت. ازيك يا بنت؟ ايه ده كله يا فاطمه؟ يا اخوي دول حتتين زبده عشان ام احمد تسيحهم وتدوق المرتي. يا باي عليك يا فاطمه، ما نسيتيش المرتي. مش احمد بيحبها؟ لا وحضره الضابط كمان. يبقى انا ما غلطتش بقى يا اختي. اسم الله عليكي ما الغلط. خلي بالك وانت بتشيل الكرتونه ده، فيها باد وحمام وبط. خلي بال امرك يا اختي الكبيره. الصغيره الصغيره قوي. سعيده يا هلا. يا اختي وحشتي احلوه البنت والله. طلعالك يا نور عيني. الله، ده انت ما خليتيش حاجه يا فاطمه.
هو انا هيجيني اعزم الولاد اخوي ولا انا بديك الساعه لما ابن اخوي يبقى ظابط؟ الحمد لله احنا ربنا اكرمنا اخر كرم والفضل يرجع للاستاذ كمال، عشان كده عايزه ينبسط قوي. هينبسط قوي قوي، الراجل ده باين عليه طيب وهيبقى له نصيب في حاجه حلوه. بص يا اخوي دي بسم الله الرحمن الرحيم، دي انا كنت مظغطاه مع اخوه الموسم ما انت طلبته وانا جبته. قولي لي زغطت غيره؟ ايوه هزغط غيره عشان محمد لما ينجح في سنه اولى. ابداوا الطبيخ بقى عشان نلحق نتغدى على المغرب. قبل المغرب، قبل المغرب ان شاء الله. بصي يا ام احمد، انا هنعلق على ذكر البط. الحمام يخطف نيل. وانت تبقي تعملي الرز على مهلي. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي بصي بصي يا ام احمد، وانا زغبره واحده. حكايه الزغبره اللي هريني بيها انت واخوك انت. الزغبري يعني الريش الاسود الصغير اللي بيبقى تحت الجلد وما يطلعش الا بقولك يا خالقه يا خالقه منك انت واخوك. هاتي يا الحل انا عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله، هنسمي ايه احسن من كده؟ احنا فلاحين ما بنعرفش نعزم، والاكل بيعزم على الجعان. وانا جعان ومش مستاهل عزومه ومجهز نفسي من امبارح، حتى سميه بنتي كمان. احنا كان نفسنا خالد يكون معانا. حسبي انا. طيب معلش، انا عارف الفرحه مش ساعاكي يا عزمه استاذي، لعلم جنابك. نعم. الاكل ده كله اللي احنا هناكله ده جاي من بلدنا بسوق، وامها هي اللي عاملاه. ما انت قلت لي قبل كده يا استاذ عبد الحميد ان امها احسن واحده في المحافظه تعمل مشلت. ده حقيقي، واحنا عاملين حسابك وشايلين لك نايبك. يا سلام، غير ده؟ لا ده جاي من البلد باسمك. امها بعته لك يعني شكرا ليك على وقوفك جنبها ومساعدتها. طيب تعالي جنبي بقى يا هاني. هنا كمان جنبك؟ طبعا، دي هتبقى جنبي على طول ان شاء الله. يلا عشان ناكل سوا. يلا يا ستي، ما حدش قدك، روحي اقعدي هناك. يلا يا حبيبتي، ده انت تلاقيكي فرحانه فرحه دلوقتي. تعالي يا حبيبي اقعدي جنبي. كلوا يا اولاد. يا حضره الضابط، احنا متشكرين ليك جدا، العزومه دي على شرفك. الله يخليك، ده احنا كلنا متشكرين ليك يا كمال بيه. العفو يا استاذ عبد الحميد، انت اللي راجل محترم وتستاهل كل خير. الواد خالد ابني كان جاي معايا بس مش عارف، جاله مشوار مهم بس مش مهم. يلا يا هنا، عقبال ما ناكل في فرح كده يا بنتي ان شاء الله. فرح مره واحده؟ طب واحده واحده يعني، ان شاء الله خطوبه. الله، وما يبقاش فرح مره واحده ليه يا استاذ عبد الحميد؟ يعني هي فين والفرح فين يا استاذ عبد الحميد؟ مش عندكم في البلد بتقولوا عجل بالبر؟ ايوه عندنا في الفلاحين بنقول اللي ناوي على خير يعجل بيه. ومش فلاحين وبس، ده فلاحين وعمال وفئات، يعني كل فئات الشعب. ربنا يسمع منك. ليه لا يا استاذ عبد الحميد، مين عارف، يمكن الخير يبقى على وشنا قريب. ليه لا؟ على كل العزومات الجايه نسيبها لبعدين، خلينا في العزومه دي. وعصفورهم في اليد؟ ده مش عصفورهم في اليد، ده ذكر بط في اليد. لا، ذكر بط في السفره. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا اللي بتخبط. حاضر. ايه معانا امر من النيابه بتفتيش الشقه. ليه؟ بلاش كلام، مش عايز ولا كلمه. ايوه بس بالحق اعرف ليه دلوقتي؟ هتعرف. شنطة مين دي؟ شنطة مين دي؟ هو ايه اللي شنطة مين؟ شنطة مين؟ دي شنطة. شنطتي انا يا حضرة الظابط. انت عارف اللي جواها ده ايه؟ اللي حضرتك شايفه ده حشيش وبانجو. حضرتك بتبيع مخدرات؟ شنطة مين دي يا أستاذ؟ شنطتي زي ما قلت لحضرتك. يا ستي
طيب اتفضل معانا. اتفضل معاك ولا فين؟ بس يا ولا كلمة يالا. ولا كلمة ده ايه؟ انتوا رايحين من فين؟ بلاش دوشة. انتوا رايحين من فين؟ انتوا رايحين من فين؟ الو استاذ كمال. ايوه انا كمال. مين؟ انا هنا. ازيك يا هنا؟ خير يا حبيبتي؟ خالي الاستاذ عبد الحميد. ماله خالك؟ عرف ضربك ولا ايه؟ لا دول خدوه على السجن. خدوه السجن؟ هو ضربك لحد ما عورك؟ لا الحكايه مش زي ما حضرتك فاكر. دول لقوا المخدرات في الشنطه. شنطه ايه ومخدرات ايه؟ انا مش فاهم حاجه. في الشنطه بتاعت احمد. يا هنا خالك قال المخدرات. خالك فين؟